قصيدة الشاعر أنيس شوشان. سلام عليكم وعلينا السلام، سلام إليكم وإلينا سلام، سلام على من رد السلام، وسلام حتى على من لم يرد. سلام باسم الرب السلام، رب العباد الله الصمد. سلام ترعرعنا فيه، سلام معجون بهذا البلد. سلام ما عدنا نسكن فيه، سلام ما عاد يسكن فينا. سلام نراقبه وهو يحزم حقائبه، ليهجر رويدا رويدا أرادينا، ويحل مكانه تسليم واستسلام، تأسلم لا إسلام فيه، كأن إسلام أجدادنا ما عاد يعنيه. أتدرون لما يهاجر منا السلام؟ أتدرون لما يعم فينا الظلام؟ ببساطة لأننا مجتمع يخاف، نحن مجتمع يخاف الاختلاف. كلمات لن تعجب بعضكم أو جلكم أو كلكم، أعرف، لكني سأقولها لأني رافض أن أكون من الخراف. نحن مجتمع يرفض الاعتراف أنه مجتمع يعيش التخلف. نحن مجتمع يصيح بكل صفاقة ويدعي أنه حامل لفكر مختلف. نحن مجتمع يهوى التعالي من فراغ ويدعي أنه مجتمع مثقف. يا ويلي ما هذا القرف. فقبول الاختلاف عندنا ليس إلا خلاف. اختلاف اللون يؤذينا، اختلاف الشكل يؤذينا، اختلاف الفكر يؤذينا، اختلاف الدين يؤذينا، حتى اختلاف الجنس يؤذينا. لذا نحاول اغتيال كل اختلاف فينا. تحولنا لبعضنا ثم انزعاف. نحن مجتمع أحمق من الحمق. نتنازع على التفاهات والترهات والخرافات، ونرفض دوما أن نغوص في العمق. ولا أبرئ أحدا، لا مدنيين ولا ساسة، لا من يستكين لبلادة الصمت، ولا من يدعي فينا القداسة. دعونا اليوم نجرب أن نغوص فينا، في أعماقنا. دعونا نجرب أن نعانق أرواحنا، أن نجرب في معانقة الأرواح اختلافنا. ها أنا أمامكم بلوني، بشعري، بشعري، بأطواري، بأفكاري. أنا لا أخافكم، أنا لا أخاف اختلافكم عني، لأنني منكم وأنتم مني. دعونا نخلق فن، دعونا نغوص في الحلم، لنرسي ثقافة بلا سخافة، ليكون الرقي فينا هو أسمى خلافة. دعونا نذوب الأعراف والأجناس والأطياف والأفكار والألوان والأديان، ولا نرى سوى الإنسان.